بالنسبه لي انا يعني كنقول كمقاول حر ولو بدون اعتمادات رسميه ولو بدون وثائق لي هي مثبته كمقاول حر، فغادي نقول لكم على انني اول حاجه هو اخذ البكالوريا يعني اداب عصريه يعني ليطا المودرن في 2006، يعني كملت الدراسه ديالي الجامعيه في دراسه القانون، ويعني تم القبول ديالي يعني في الامتحان ديال الشرطه، الحمد لله نجحت في الكتابي الشفوي وخرجت منه، تم كذلك نجحت في كتابي ديال الجندارم الميساج تو مستر العثماني. We are the teenager in the Morocco. We have the disappointment. We have disappointment. You know why the Ottomani? Because there are a lot of the electioners Moroccan and the election of the Ottomani and the election of the all members of the Ottomani are lit us without any concentration and lit us without any success. Because we are the electioners need only one thing from the Ottomani and need the success and need the Morocco going ahead, not come back to the initial one thing which is let us without any success which is let the Morocco very bad. I wish only one thing from the Ottomani, the success. But the Ottomani let us without any success and drowned our dreams and a lot of the dreams of the us drowned these dreams to the beach. Because the Ottomani is make something which is very bad and bad and bad. And I am the one person who is give my vote to the Ottomani. And the Ottomani is committed the massacre. Yeah, I think that this I say this word. This is the massacre. السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا ومرحبا بهبة باريس عندنا. هذا نهار مبارك مسعود من اللي جيتوا عندنا. حاليا احنا في اسف كنعتمدوا كثير وكنعتمدوا بزاف في المدخول عندنا المدخول الفردي ولا المدخول حتى العائلي كنعتمدوا على الكعك اللي هو كيعتبر حاليا المدخول الاول لجميع العائلات ديال الساكنين ديال اسفي. وهذا الكعك حاليا ما مقتصرش غير على الساكنين ديال اسفي فقط، ولكن هذا الكعك راه عنده امتداد جغرافي من الصويره حتى البراكت الرادي. يعني الاغلبيه ديال العائلات ديال هاد المجمعات السكنيه فهم كيعتمدوا على الكعك المسفيوي، لان كما كنعرفوا حنا هاد البلاد راه ما فيهاش شي مشاريع كبرى، ما فيهاش شي مقاولات اللي غيخلوا الشباب ولا غيخلوا الشابات ولا جميع الفئات العمريه باش غادي يستافدوا يعني من المداخل اليوميه، الا كنلقاو هاد الكعك متنفس ليهم باش كيدخلوا واحد الدخل فردي ودخل يومي لجميع العائلات. وحاليا جمعه تسحيم او حاليا جمعه تسحيم او عبده فرا كما كنعرفوا حاليا فرا جميع المنازل او جميع الفئات العمريه او جميع الساكنه ديال عبده وجمعه تسحيم بالضبط فكيعتمد المدخول ديالها الاول على الكعك المسفيوي او الكعك العبدي السحيمي. حاليا الكعك العبدي السحيمي لان كما كنعرفوا حاليا فجميع الجماله او جميع الجماله حاليا فهم كيجوا للسحيم باش يستافدوا من الكعك ديال السحيم. كما كنعرفوا كاينين مناطق هنا بجمعه السحيم اللي مولوعين او اللي الدخل ديالهم الاول اللي هو الكعك السحيمي. كنلقاو على سبيل المثال كنلقاو مثلا درب غراب، زمران، دعيجات، الرزازقه، الحرش، يعني جميع الاماكن وجميع الازقه ديال المدينه جمعه التسحيم فكيعتمد المدخول ديالها الاول على الكعك المسفيوي. الكعك حاليا 30 درهم. الكعك حاليا بالنسبه لجمعه التسحيم فراه 30 درهم. يعني اللي بغى شي حاجه ولا اللي خاصو شي حاجه راه مرحبا به في جمعه التسحيم. 30 درهم هذه على هذه اللي حبت خاطر. كاين الكعك كاين بالنسبه للكعك حاليا في جمعه التسحيم فراه كاين اقبال كثير. اننا كما كنعرفوا حاليا بنادم كيهرب من الدسومات وبنادم كيهرب من المواد اللي هي فيها البروتينات، لان المواد البروتينيه حاليا مواد الدسومات فراه حنا كنعرفوا العواقب ديالها، لان العواقب ديالها وخيمه يعني. ولكن الكعك حاليا فراه ما فيش البيض، ما فيش الزبده، ما فيش المواد الدهنيه اللي غتقدر تاثر على الصحه ديال بنادم.
حاليا لقاك مسوي ويفا هو كيطب كيطيب بمواد عضويه، يعني ما كيطيبش في البوطه ما كيطيبش في الغاز، فلقاك مفتاك حاليا العبدي فكيطيب فقط يعني كما نقول احنا في فران بلدي بالعود الكاليبتوس او العود ديال الزيتون، يعني ما كاينش البوطه غاز ولا رائحه البوطان ولا شي حاجه اللي هي مواد كيميائيه تقدر تاثر على الصحه ديال الزبون او الصحه ديال المستهلك. لكن ما كنعرفوا حنا الكعك المسفيوي او الكعك العبدي فهو كما كنقولوا حنا كعك 100% صحي 100% خالي من دسومات ما فيه لا دهنيات لا والو. ومرحبا بكم والله يسهل على الجميع. كان معكم عبد الحق العساوي او ما معروف بالعبابه، والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.